خليني اقول لحضراتكم اهم اخبار الفريق النهارده، والمران يعني بيخلص في هذه اللحظات وهيتم الاعلان عن القائمه، واول باول هنقول لحضراتكم كل الجديد. لكن زي ما احنا عارفين الفريق بيختتم تدريباته النهارده، النهارده كان المران الاخير استعدادا لمباراه الغد، مران مهم جدا وبيضع فيه مستر فايلر الرتوش الاخيره عن او على هذه المواجهه القويه. بالتالي تدريبات كانت قوية واستعدادات مهمة بالنسبة للفريق، كان كمان أو هيبقى في محاضرة بالفيديو بالنسبة للاعبي النادي الأهلي النهاردة بالليل. هم هيخلصوا التمرين بعد كده هيتحركوا لإحدى الفنادق القريبة من الاستاد اللي هيستضيف هذه المباراة، وبعد ما يوصلوا إن شاء الله لمقر الإقامة بتاعهم هيبقى في وجبة عشاء، وبعد وجبة العشاء ده اللي بيحصل يعني، بعد وجبة العشاء هيبقى في محاضرة فنية مستر فايلر هيركز فيها على بعض الأمور الأخيرة قبل مباراة الغد، وكمان هيدي بعض التعليمات في ظل التعامل مع نقاط القوة والضعف في فريق الاتحاد السكندري أحد أهم الفرق هذا الموسم في بطولة الدوري. من ضمن الأخبار اللي سارة برضو، ياسر إبراهيم بينتظم في المران الجماعي عقب مباراة الاتحاد، وهو عارفين ان ياسر ابراهيم كان عنده شد في العضله الضمه وكان بيتعالج من هذه الاصابه على مدار الاسبوع او العشر ايام اللي فاتوا، وبعد كده ان شاء الله هو مستمر في العلاج لحد بعد بكره، بعد بكره ينضم للتدريبات الجماعيه بعد ما تنتهي مباراه الاتحاد على خير باذن الله. وعوده ياسر اكيد هتبقى مهمه، ممكن واحد يقول ما هو ياسر كده كده لما كان جاهز ما بيلعبش، لا انت الاهم بالنسبه لك ان الكل يبقى جاهز، الكل يبقى متاح للجهاز الفني، الجهاز الفني بقى ليه حريه الاختيار مين يلعب ومين ما يلعبش، وده دايما دايما الاهم في كل الاحوال الاهلي يكسب. فبالتالي نتمنى كل التوفيق. كابتن سيد عبد الحفيظ ليه تصريحات مهمه جدا النهارده، وقال ان احنا بنحترم فريق الاتحاد وقال ان هدفنا دايما الفوز. قال ان الاتحاد السكندري ولاعبيه وجهازه الفني عندهم امكانيات كبيره جدا ومميزين جدا منذ انطلاق الموسم وبيظهروا بمستوى طيب. وكمان بيقولوا ان او قال كابتن سيد عبد الحفيظ ان مباراه الاتحاد هتكون غايه في الصعوبه خصوصا في ظل مستوى الفرقتين وفوز الاتحاد في عدد من المباريات وتحقيق نقاط ثلاثه اخيره في المباراه السابقه بالنسبه لهم، وعندهم دوافع وامكانيات كبيره. كابتن سيد تطرق كمان لاهميه المرحله، ان المرحله دي مهمه جدا وهي جمع اكبر كم ممكن من النقاط، وان شكل المنافسه لسه موجوده والمستويات عند المنافسين كلها مرتفعه. وقال ان لعيبه النادي الاهلي عارفين اهدافهم وعندنا ثقه كبيره جدا فيهم ان هم ان شاء الله باذن الله يحققوا كل اللي بيتمناه الجمهور الاهلاوي.